ينضم إلينا من مدريد دكتور صلاح قيراطة، أستاذ العلاقات الدولية والكاتب والباحث السياسي. دكتور صلاح، بداية أرحب بك في هذه التغطية. إذا لازالت ميليشيات الدعم السريع تقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية وتعرقل من ناحية أخرى عمليات إجلاء الرعاية إلى خارج السودان، ما الذي تحاول ميليشيا الدعم السريع فعله، وهل يمكن أن يوضع هذا تحت بند الابتزاز؟ طبعا ميليشيات الدعم السريع يبدو انها فشلت تماما وفشلا ذريعا بما حاولته من انقلاب على المجلس السيادي وكذا على الاتفاق الاطاري، سيما ان المعلومات كانت تؤكد ان موعد تسليم السلطه الى المدنيين طار قاب قوسين او ادنى، فما كان من هذه الميليشيات الا ان انقلبت على النظام، ويبدو انها تجني فشلا ذريعا كما كنت قد استفدت. فاخر المعلومات تؤكد انها بدات بحرق الطائرات المدنيه الجاسمه على مطار الخرطوم، وهذه ظاهره يعني في كل الابعاد الاخلاقيه والانسانيه والسياسيه والقانونيه مرفوضه شكلا ومضمونا. ليس هذا فقط، فهي تحاول دائما وابدا ان تعترض البعثات الدبلوماسيه التي تحاول بشكل او باخر ان تخرج عبر قوات بلادها المسلحه من السودان. فقد هاجمت منذ بداية الأحداث الأسبوع الماضي واليوم قد دخلت الأسبوع الثاني، هاجمت البعثة الأمريكية عندما كان ينتقل موظفوها من مقر عملهم في السفارة إلى أماكن سكنهم. ليس هذا فقط، حتى مصر لم تنجو، وهي المعنية رقم واحد بما أعتقد كون أنها القومي في خطر حقيقي وداهم، كانت قد أطلقت النار هذه الميليشيات على البعثة المصرية حيث هي، وأصيب أحد الأشخاص عمي في السفارة، لم أستطع أن أعرف سواء كان دبلوماسيا أو موظفا عاديا. هذا الأمر بشكل أو بآخر يؤكد الفشل، يؤكد أن هؤلاء يعني على طريقة أرباب السوابق أو أبناء الشوارع يقومون بابتزاز كل ما يأتي تحت يدهم بانعدام أخلاقي من جهة وإفلاس عسكري بكل الأبعاد. المعلوم أن عدد كبير من الدول حاولت أن تجلي رعاياها، وقسم كبير أجل قسما ولا يزال ينتظر الأكثر. طبعا أمريكا قامت بعملية عسكرية وأخرجت حتى الآن 100 دبلوماسي، وعطلت أو أغلقت السفارة، وأعلنت فيما يعني أن الظروف الأمنية غير مواتية لاستمرار عمليات الدبلوماسية والقنصلية حتى للرعاية الأمريكيين. معلوم أنه يوجد ما يقارب 20,000، منهم 60 أمريكي يعني جذورا، وآخرون إسباني والآخرون سودانيين تم الإجلاء. كذلك بريطانيا تقول أنها بعملية عسكرية معقدة قامت بإجلاء رعاياها. فرنسا بعد أن طيب قبل أن ننتقل لجهود باقي الدول في إجلاء رعاياها، سأتوقف معك في الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن. من ناحية يعني كان حميتي قد تحدث بأنه حدث اتصال هاتفي بينه وبين جو بايدن للحديث عن إجلاء الرعايا الأمريكيين، ومن ناحية أخرى خرجت واشنطن ونفت أنها تواصلت بأي شكل رسمي مع ميليشيا الدعم السريع ومع حميتي. ما الذي يحاول في رأيك دقلو إثباته في هذه الآونة؟ هل يحاول أن يثبت شرعيته وأن هناك من يتفاوض معه على إخراج الرعاية؟ وهل يثير ذلك يعني حفيظته التجاهل التام له والتنسيق مع القوات المسلحة السودانية لإجلاء رعايا كل الدول؟ لا أعتقد أن اتصالا أمريكيا تم مع واشنطن نفت ذلك. أنا أتحدث طبعاً. لماذا أتى يعني ما الذي يقصده حميدتي بهذا التصريح؟ هل يحاول أن يعطي شرعية لنفسه؟ يحاول أن يمني النفس بما هو ليس موجود. يحاول أن يقول أن قادة كبارا في العالم يحاولون الاتصال به، وبالتالي مجرد الاتصال يعني شكل من أشكال التفاوض، ومجرد التفاوض يعني اعتراف بما قام به حميدتي. لكن كل واقع والأرقام تقول عكس ذلك تمام. فوزير خارجية أمريكا حقيقة اتصل بقائد الجيش السوداني،
ولم يتصل بحليفتي، وكذلك باقي الدول أو باقي القيادات سواء كانت على مستوى الرئاسة أو الوزارات أو الأجهزة الأمنية، الاتصالات تتم مع الجيش النظامي للسودان الذي انقلب عليه حميدتي بكل السياقات، يحاول عبثا، يحاول منيا نفسه بما هو غير موجود كأن له شرعية، والحقيقة تؤكد عكس ذلك تماما، بدليل بعيني أقول حتى عن أمريكا، بدليل أن الرئيس جو بايدن بعد أن نجحت العملية شكر أثيوبيا، شكر جيبوتي، شكر السعودية، لكنه لم يقل بشكل أو بآخر أنه شكر حميدتي أو سوى من قوة خارجة على الشرعية حقيقة. طيب دكتور صلاح، بعض المتابعين نظروا إلى عمليات الإجلاء الكبيرة التي تقوم بها عدد من الدول في هذه اللحظة على أنها مؤشر على طول أمد الأزمة، هل تؤيد هذا الطرح؟ بدون أدنى شك الأمور ماضي باتجاه التصعيد، الأمور تحديدا في الخرطوم وهي العاصمة، وقد حاولت قوات تدخل السريع أن تسيطر على المراكز الرئيسية كالقصر الجمهوري، كما قرر القيادة العامة لجيش القوات المسلحة، وسيطرت ربما لبعض وقت يسير على الإذاعة والتلفزيون. حتى هذه اللحظة لا بارقة أمل بتوقف هذه العمل العسكري أو بتراجعها. القوات الميليشيا دان السريع أو جنجاويد تنتقل من مكان لآخر على شكل حرق عصابات، تضرب وتهرب، بينما الجيش السوداني يحاول جاهدا أن يسيطر على الوضع، ويبدو أن الجيش السوداني فعلا بدأ يعني بقوة يفرض سيادته شيئا فشيئا على جغرافيا الخرطوم. وعندما تتم السيطرة على كامل الخرطوم وعلى كامل المخرات الرئيسية التي تظهر من خلالها البلاد، سينتقلون حتما فيما بعد لملاحقة عناصر متمردة في كل مكان هم موجودون فيه على بحدود جغرافيا السودان. لكني لأكون أمينا معكم أن الشطر الغربي حيث مقر عملياتهم وإقاماتهم سيكون في خطر، فيما أن هناك دول داعمة أقول تشاد أعلنت موقفها الثابت أنها لن تتدخل في مصلحة جنجاويد، لكنكم تعلمون أن الحدود التشادية ليست في مأمن، وكذلك الأوضاع السياسية عموما في تشاد ليست مبشرة بخير، لذلك لن نعتد بها. لكنني أقول أن تكن حتى أوضح معلومة هامة، رغم أنه قيل أن جنرال حفتر كان قد قدم بعض العون والمساعدات إلى جنجاويد، إلا أن الأرقام تتحدث أن شخصية مخابراتية كبيرة في مصر كانت قد تحدثت مباشرة إلى حفتر وطلبت منه وقف أي عمليات دعم لجنجاويد، ومعلوم العلاقة. طيب دكتور صلاح، دعنا نذهب إلى نقطة أخرى هامة جدا، في رأيك ما هي الورقة الضاغطة التي من شأنها أن تحل هذه الأزمة؟ يعني البعض تحدث على أن الحل سوداني ويعود بالتأكيد للقوى المدنية، وآخرين قالوا أن لا سبيل دون الحل العسكري، أي الطرحين تؤيد؟ والله لا أعتقد أن الحل المدنية بات واردا الآن، الأمور في تصعيد، القتال محتدم، يعني عمليات دامية تتم بين الطرفين، وأنا هنا لا أساوي بين من شق وخرج على الشرعية وبين الجيش النظامي المعني بحماية البلاد والعباد في هذا القطب العربي الشقيق. يعني أمريكا امبارح تحدثت بلهجة توحي بأن القادمة لن يكون جيدا، بدليل أنها دفعت أو لأنها ستدفع أسطولها البحري إلى بوت السودان، وستكون إقامة مستمرة للقوات الأمريكية في هذا المكان. هذا يعني فيما يعني أنه أغلق أي إمكانيات تقديم أي دعم للجيش السوداني من جهة، أغلق على روسيا أيضا ما كانت تمني نفسها به بإقامة قاعدة بحرية في هذه المنطقة. مجرد تدخل أمريكا، ومعلومة من هي أمريكا في إدارة سياسات العالم، مجرد قول أمريكا بهذا الاتجاه يعني أن المعركة مستمرة، وأن أمريكا جادة بأن تبقى الأمور على ما هي، قتال مستمر وإلى فترات بعيدة. أؤكد أنني أسرد حل المدني، لكن الحل العسكري إن لم يكن هناك تدخلات،
قادمة للأسف الشديد. طيب إذا تحدثنا عن هذه التدخلات دكتور صلاح، كثيرين ذهبوا إلى أن جلسة الأمن التي ستنعقد يوم غدا قد تفضي لإنزال قوات حفظ السلام في السودان، هل يمكن حلول ذلك في رأيك، أم أن يعني حتى وإن طرح ذلك في مجلس الأمن يوم غد قد يلقى الفيتو من بعض الدول؟ ما نراه حتى الآن من محاولات حثيثة من حكومات معظم دول العالم التي لها رعاية في السودان تؤكد أن الأمور غير مبشرة. اجتماع مجلس الأمن أخشى أنه لن يقدم ولن يؤخر، وليس له فيما أراه وفيما أعتقده سيما بوجود ما تعلموه أو يعلمه السادة المشاهدون، وهو حق النقد الفيتو. ربما تمارس بعض الدول أو إحدى الدول على القرار، ليس من باب عدم شرعية هذا القرار أو عدم ضرورة هذا القرار أو عدم أخلاقية هذا القرار، بل مناكفة لبعضهم البعض. يعني تعرفون الموقف المشتعل منذ أكثر من عام في أوكرانيا، وبالتالي ما بين روسيا وأمريكا ما صنع الحداد. ربما هذا يلقي بباله على ما يحدث في السودان وتقوم دولة من الدول بالفيتو. ولا أعتقد أننا على المدى المنظور أمام قوات تدخل سريع أو عفوا أمام بعثة أممية للتواجد على الأرض. نعم. طيب دكتور صلاح، يعني يبدو أن هذا الاحتقان من جانب ميليشيا الدعم السريع يختمر منذ فترة طويلة، وبالرغم من ذلك فإن يعني حميتي في ديسمبر الماضي أعلن أنه وافق على الدمج مع القوات المسلحة السودانية ولكن تحت بند جدول زمنية معينة، وبالرغم من ذلك ما طلع حتى بدأ هذا التصعيد العسكري. كيف تقرأ توقيت هذا التصعيد العسكري والنية الحقيقية لحميدتي حين تحدث عن أنه قد وافق على الدمج؟ يبدو أنه كان يراور، يبدو أنه كان يحرض، كان يريد أن يستفيد من الوقت. معلوم أن الاتفاق الإطاري كان قد اعتد أو اعتمد ما يعني انضمام جنجاويد او قوات تدخل السريع الى جيش النظامي واندماجها به تماما. هذا لم يرق عندما اقترب الوقت الذي يفترض ان ترى هذا الاتفاق النور. ربما ان هذا لن يرق لحميدتي، بدليل انه لن يكون قائدا كما كان يحلم، او لن يكون الشخص المتحكم المتنفذ. ورغم أن هناك أنباء تقول أنه سيكون قائد الجيش السوداني وزيرا في دفاع الحكومة المدنية المفترضة القادمة، ويملك أيضا حميدتي حق النقد على وزير الدفاع، لكن هذا يعني سيجعل منه شخصا ليس فاعلا كما يمني النفس أو يريد. وعليه فعلا كان في سباق مع الوقت، كلما اقترب موعد تنفيذ الاتفاق الإطاري سيما أن الجيش النظامي داعم لهذا الاتفاق وملتزم به إلى أبعد الحدود، كان يزداد توترا وقلقا، وقد عبر عن هذا عندما دفع قواته إلى شوارع الخرطوم بمحاولة انقلاب فاجر. طيب دكتور صلاح، إذا ما تحدثنا عن الحاضنة الشعبية والتي بدت واضحة، أن الحاضنة الشعبية في السودان قد لفظت ميليشيا الدعم السريع، في رأيك كيف يغير هذا ميزان القوى والمعادلة بين كل من القوات المسلحة السودانية من ناحية وميليشيا الدعم السريع من ناحية أخرى؟ دعونا نقول أيضا ما هو موجود على أرض الواقع. مجرد تراجع قوات جنجاوي في الخرطوم وعدم تمكنها من تحقيق شيء يعتد به أو يلمس لمس اليد أو يرى بشكل مباشر، هذا يؤكد أن المزاج الشعبي يرفض جنجاويد. إضافة لكل هذا وذاك، معلوما أن جنجاويد هي ميليشيا ولم تكن جيشا نظاميا، رغم أنها عملت في ظل البشير يعني كقوة داعمة للدولة السودانية في حينها من خلال المعارك. لكن كل المؤشرات تؤكد أنهم إلى حد ما، وأنا لا أريد أن أدين أحد بقدر ما أتحدث سياسة بامتياز، بكل الأرقام تؤكد أنهم عبارة عن مجموعات متزقة. يعني صحيح هناك موقف سعودي، موقف إماراتي إلى حد بعيد متفهم للجنجاويد، لأنها كانت قد شاركت في عمليات قتالية ضد الحوثيين
في اليمن، إلا أن هذا لا يعني دكتور صلاح يعني بطبيعة بالتأكيد يعني بطبيعة الحال ميليشيا الجنجويد أو ميليشيا الدعم السريع لا زالت حتى اليوم ميليشيا، يعني منتسبي هذه الميليشيا لم يدخلوا كليات عسكرية، لم يتلقوا ليست حتى قائدهم نعم. وبالرغم من ذلك هو يطالب ب يعني مزايا يتمتع بها أو رتب تمنح لأعضاء ومنتسبي هذه الميليشيا. طيب سؤال أخير دكتور صلاح، يعني هناك صلاحيات كثيرة وامتيازات ربما يتمتع بها منتسبي وأفراد ميليشيا الدعم السريع خاصة من الجانب المادي، إلى أي مدى قد يعرقل هذا عملية تفكيك الميليشيا على أرض الواقع ودمج هؤلاء الأفراد في المؤسسة العسكرية النظامية أو في الجيش السوداني؟ كنت قد قلت منذ لحظات أنهم أقرب إلى المرتزقة، والمرتزق يبيع نفسه، يبيع كرامته، يبيع شرفه، يبيع كل شيء أخلاقي وإنساني لطاعة الاستفادة المادية. المرعب في الأمر، وهذا أقوله بصراحة، أن جنجاويد وقائدها يسيطرون على مناجم الذهب التي يتم استثمارها بشكل يعني خارج القانون، ويدور عليهم مبالغ طائلة. ربما العودة إلى الشرعية، إلى الانضواء في جسم الجيش السوداني الوطني، ربما يقلص ما يتقاضاه هؤلاء من مداخيل شهرية قد تكون مرتفعة مقارنة بسواهم أو بزملائهم أو أشقائهم من الجيش السوداني. هذا سيعرقل بدون أدنى شك، لكنه لن يكون معيقا نهائيا، لكن سيستفيد إلى حد بعيد من الوقت، وسيحاول أن يبني على هذا الوقت ليحقق ما يطمح به. لكنني أراه بعيد المنال، لكن الأعمال العسكرية الحقيقة مستمرة وفي تصاعد. لكن المهم الآن، وهو ما نلمسه لمس اليد، أن خطورة الأعمال في العاصمة تميل بكثتها إلى الجيش السوداني، وهذا مؤشر يعني يبشر يعني بتراجع نسبي عن العاصمة، والعاصمة هي الأهم فيما معلوم أو معروف. دكتور صلاح قيراطة، أستاذ العلاقات الدولية والكاتب والباحث السياسي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.